مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان هنا في هذا الاتيبي من كابينة التعليق. اليوم موعدنا مع مباراة كبيرة في كرة القدم الإنجليزية، قمة بأتم على الكلمة بين مان يونايتد وأرسنال، اثنين من أكبر أندية إنجلترا على الإطلاق والأكثر تنافس على اللقب بالذات في فترة التسعينات. نحن وإياكم على موعد كروي لا يمكن تفويته. قوية من جيسون، فرصة من جديد، الله على الكرة، هدف لأرسنال، تمركز رائع، توقع مثالي الكرة، ذكاء كبير في تسجيل الأهداف، قرأ الموقف بشكل سليم، ردة فعل سريعة جعلته يسجل هذه الكرة. الأمر لم يكن مصادفة بصراحة، الذكاء هو عامل حسم في مثل هذه المواقف. هدف مبكر جدا، كريستيانو رونالدو قابل الكرة بشكل جيد لكن كان يحتاج إلى دقة أكثر، إلى تركيز أكثر. ساكا، بارتي، جاكا، زينتشينكو، بارتي، يحصل عليها بارتي، مارتينيلي، كرة للجناح، مرت البينية بشكل جميل، ضربة رأسية، كرة بعيدة عن المرمى، كان في مكان خطير جدا أمام المرمى، الكل ينتظر الهدف من هذه المسافة لكنه ضيعها بطريقة غريبة جدا. لديه مساحة هنا، فرصة للتسديد، تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. الآن فرصتهم للمرتدة، لا تسديدة سانشيو، والكرة راية بعد ذلك وتسلل. جابرييل ماغالايس، كريستيان إريكسن، يلعب كرة بينية، تحرك جميل، اندفاع إلى الأمام، محاولة خطيرة، جابرييل ماغالايس يبعد الكرة عن مناطقه، ويلعب كرة، كرة رأسية، فعلها وسجل، كرة في الشباك.
عرضية جميلة رأسية أجمل، مجهود كبير من اللاعب في التحرك للأمام، قراءة الهجمة بشكل سليم، تواجد في المكان المناسب من أجل وضع الكرة في الشباك. هذه الأمور لا تحدث صدفة بصراحة، تحتاج إلى ذكاء كروي. جابريل جيسوس إلى خارج المرمى، الله، اللعبة جميلة جدا، مجهود غير عادي. يستعيد الكرة بعد ضغط قوي. رونالدو، برونو فرنانديز، لعبة رائعة داخل منطقة برونو فرنانديز، تمركز واستلام كرة كان رائع جدا، لكن أين إنهاء الفرصة؟ عليك أن تكون حاسما أمام المرمى، ضاعت فرصة كان يمكن استغلالها. شاكا، لم يقدر على التعامل مع الكرة بشكل جيد تحت هذا الضغط. يحاول أن يلعب كرة بينية، تحكم غير عادي بالكرة، يلعب ضربة رأسية. الضغط والبريسنج العالي على الخصم في هذه المناطق من اجل خلق فرص اخطر على المرمى. الثاني ياتي يبصق بالثنائيه في هذه المباراه. نمبر 7 كريستيانو رونالدو. والآن يتقدمون في النتيجة بفارق هدف. يتدخل بنجاح، يحصل على الكرة رونالدو، فرصة هجوم معاكس، صافرة نهاية الشوط الأول. ركلت بداية الشوط الثاني أعزائي المشاهدين. الآن إمكانية المرتدة، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة مانشستر يونايتد، نجح في إيقاف المرتدة بتدخل حاسم في توقيت رائع. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام، مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. برونو فرنانديز، بداية كانت جميلة لكن النهاية كانت صعبة جدا وحزينة. برونو فرنانديز أكيد محبط بعد أن كان في وضعية مميزة أمام المرمى، لكنه في النهاية لم ينجح في التسجيل. الكلمة الأخيرة هنا كانت الدفاع اللي تدخل في الوقت المناسب لإيقاف انطلاقة هجومية مميزة. جابرييل جيسوس، كريستيانو رونالدو، بداية هجمة كانت مبشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. كريستيانو رونالدو، ممتاز برونو فرنانديز، كرة باتجاه المرمى، الله مرواك، ينجح في التسجيل. الأمور تبدو سهلة في الملعب لكنها تتطلب أيضا مجهود كبير من اللاعبين ولياقة بدنية عالية من أجل تطبيق هذا الفكر واستغلال الأخطاء والهجوم المرتد في تسجيل أهداف. تقدم بهدفين مقابل لا شيء، هدف غير الأجواء هنا في الملعب على الأقل من جانب واحد.
ثقة كبيرة ظهر الدفاع هنا في التحدي. انطلاقة مميزة انتهت بتدخل سليم وحاسم. اعتمد على نفسه أكثر من اللازم في الكرة الأخيرة. كريستيانو رونالدو هدف آخر، مباراة في جانب واحد هذا اليوم من اتجاه واحد في هذا اللقاء كما نشاهد. بدون أي فلسفة أمام المرمى يتمكن من التسجيل. كانت هناك مساحات في الدفاع نجح في استغلالها بشكل رائع وصل الهدف بسهولة بعد ذلك. أداء رائع، استمرارية في الأداء الجميل، حسم أمام المرمى، مصدر خطر لأي دفاع. Substitution in progress. والآن وقت إجراء تغيير مع توقف اللعب. يسيطرون على المباراة واتسع الفارق إلى 3 أهداف، كل شيء في مصلحتهم اليوم. يلعبها في المساحة، لا كرة بعيدة لا تحقق أي خطورة. برونو فرنانديز، يا له من تألق ويا له من حارس مرمى. قدرة غير عادية في المرتدات بأقل عدد من التمريرات بفترة زمنية بسيطة. Substitutions taking place. ركنية الأولى في المباراة. كريستيانو رونالدو، تسديدة ضعيفة جدا. أعتقد أن اللاعب كان متقدم، نعم تسلل موجود. جابرييل ماغالايس، باتت ومرت وصلت إليه ويمر. مارتينيز قام بالمطلوب منه هنا، أوقف هجمة كانت واعدة قبل أن تشكل خطر على مرمى فريقه. شاكا، ماكتوميناي. There will be 3 minutes added time. يسيطر على الكرة. هدف آخر يؤكد على قوتهم هذا اليوم، لا يمكن إيقافهم. هجمة مرتدة جاءت سريعة بعد افتكاك الكرة من الوسط. ضغط الفريق يولد الأخطاء ويخلق. انتهت المباراة. هذا عندما يكون لك الفريق كجسد واحد كمجموعة، عمل رائع من الكل. اللاعب يكمل آخر والنتيجة التأهل بطريقة رائعة. كريستيانو رونالدو يحتفظ بكرة المباراة عن كل جدارة واستحقاق. هل تعرف ماذا يعني أن تشاهد مباراة لا تحب أن تنتهي مثل هذه اللقاءات؟ بالتأكيد لا نحب نهايتها، كانت رائعة بكل تفاصيلها، بإثارتها، بروعتها، بمتعتها، ونحب أنها تستمر لوقت أطول. الصافرة من الحكم أنهت مباراة للتاريخ. هكذا تنتهي مباراة الليلة، ونشكركم على حسن المتابعة. نلتقيكم في مباريات قادمة، ابقوا أوفياء للعبتنا الجميلة.